استضاف البنك المركزي المصري وفدا من دولتي زامبيا وإستواني للتعرف على تجربة البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالي التمويل المستدام وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وخلال الزيارة قدم البنك المركزي عرضا مفصلا للإطار الرقابي الصادر عنه في هذا الشأن، والذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، كذلك الجهود المبذولة لدعم توجيهات الدولة نحو تحول الاقتصاد مستدام يراعي الجانب الاجتماعي والبيئي. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات تعزز تنافسيتها عالميا، تتمثل في الموقع الاستراتيجي وما تتمتع به من اتفاقيات تجارية دولية عديدة، مما يمنحها نفوذا للأسواق الخارجية بشكل غير قابل للمنافسة. وخلال لقائه بوفد غرفة التجارة العربية البرازيلية شدد وليد جمال الدين على التطور اللافت الذي تشهده الخدمات المقدمة للمستثمرين، خاصة خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص في القطاعات. من جانبه أعرب وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على مقوماتها والمشروعات القائمة بها، بالإضافة إلى قدرة المنطقة الاقتصادية على أن تكون شريكا أساسيا لما تملكه من استراتيجية واضحة. بحث وزير التموين شريف فاروق مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين. وخلال اللقاء شدد فاروق على أهمية تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية بالبلدين، لافتا إلى انفتاح القاهرة لتعزيز التعاون مع دول الجوار، خاصة في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين. اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الموازنة التقديرية للعام المالي 2024-2025، تضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية استهداف القوائم المالية المجمعة تحقيق إجمالي إيرادات يصل إلى 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا في عام 2022-2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2,300,000,000 جنيه. أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي، والتي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية. وقال وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة البورصة نحو 25 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.208 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 145 مليارا و600 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية
EGX30 بنسبة 94% ليصل إلى مستوى 30,658 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 8,029.1 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.37% ليصل إلى مستوى 11,224.93 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط لتواصل المكاسب التي بدأتها في اليوم السابق، مدفوعة بتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% مسجلة $72.90 للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% لتسجل $68.93 للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتسجل $2.22 للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.53% لتسجل $2.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. زاد اتفاق المستهلكين انفاق المستهلكين الامريكيين بما يفوق المتوقع بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، وهو ما يضع الانفاق والاقتصاد على مسار نمو اكبر في الاشهر الثلاث الأخيرة من العام. وأضاف مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد تعديله بالزيادة إلى 0.3% في أغسطس الماضي، ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. في المقابل انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، مع انحصار تداعيات إعصارين ضربا البلاد في الآونة الأخيرة. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات انخفضت 12,000 إلى 216,000 طلب معدل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26 من أكتوبر الجاري. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى دينا وأميرة. إليكم. شكرا لك سارة.